بالنسبة للسؤال الأول، هو يعني ما هي الاستفادة اللي غيستافدوا منها يعني الأحياء ولا المدن اللي كينتمي لها هاد الرؤساء اللي تنتخبوا، ولا رؤساء الجامعات وكذلك في البرلمان؟ فبالنسبة مثلا لمدينة الدار البيضاء، إذا بغينا نشوفوا قطبي فريق الرجاء البيضاوي مثلا، يعني فيهم أغلب الأعضاء إما كيكونوا في البرلمان أو مسيرين للجماعات اللي كينتميوا لها، كذلك رؤساء سابقين اللي عندهم إلمام بالرياضة وكانوا يعني رؤساء ديال الفرق السابقين. ف يعني غنقولوا بان حتى الرقم كبير بالنسبه لهذو اللي كيسيروا في الكره على الصعيد الدار البيضاء، ولكن على الصعيد حتى على المغربي. ولكن هاد الظاهره او هاد الريع من نوع خاص، يعني الا شفنا راه كانت قبل من هاد الانتخابات التشريعيه ديال 2021، راه هاد الناس كانوا قبل في الانتخابات السابقه، يعني ما شفناش يعني شي اثار ديالهم على يعني المنطقه اللي كينتميو لها خاصه رياضيا. الا بغيت نتكلم مثلا مع على مدينه الدار البيضاء، ونتكلم لك غير على مثلا سباته ولا التيسيمه الان في حاله يمكن ما يمكنش انسان يدخل لها حتى باش غير يمشي يتمشى على رجليه، ماشي باش يلعب فيها كره القدم. فيمكن هذه اشياء اللي خصو ياخذوا بعين الاعتبار هاد الناس المنتخبين، لا على الفرق ديالهم اللي كيسيروها ولا على المنطقه اللي كينتميو لها. لان الاشكال هنا فين؟ واش دابا المنطقه اللي كتستافد ولا هذا المنتخب هو اللي كيستافد؟ لان راه ولينا بغينا واحد المقوله كتقال بانك الا بغيتي تشهر سير للرياضه وخاصه في كره القدم. الان المطلوب من هاد الشريحه اللي الان ولات كتسير على الصعيد مدينه الدار البيضاء، وانا غنتكلم خصوصا على مدينه الدار البيضاء اللي كتسير يعني الشان الرياضي وهي كتسير مجالس تابعه لهذه المنطقه، فاصبحوا ملزمين انهم يبينوا الاثار ديال هاد الاشياء، يبينوا الاثار ديال هاد العمل ديالهم وتبان على ارض الواقع. ما نراه يعني ما كاين بحال الفرق بين السماء والارض، لان المنتخب الان كيجي يمكن كتسهل ليه هو الامور بالنسبه ليه بانه كيقضي اغراض ديالو، بانه كيولي رجل مشهور، بانه كيسير اي فرق من فرق مدينه الدار البيضاء وكيقضي الاغراض ديالو. ولكن الاشياء المطلوبه منه فكتبقى بعيده وبعيده، ما خصناش نبقاو نطرقوا الشمس بالغربال ونبداو نتكلموا بان راه كاين الاثار ديالهم. بالعكس، تكلم مع اي مواطن دابا عادي، باستثناء هاد ملاعب القرب اللي عليها حديث كثير، لا في الصيانه ديالها ولا حتى في طريقه السير ديالها، فهذه اشياء. اما المسائل ديال الفرق الكبرى مثلا، نتكلم لك على وفا وداد، نتكلم على فتح البيضاء، الا شفنا الملعب ديال با محمد دابا اللي معروف، راه الا مشيتي شتيه يمكن لا دزتي من حداه تخاف تطيح عليك شي حجره، لان كانت واحد البنايات وكاين مشكل مع المقاول، وهذه اكثر من 10 سنوات. فانا كنتمنى ومن المنبر ديال الانفاس بريس ان هاد الرؤساء ما يبقاوش يشوفوا غير الجانب السياسي والجانب الاشياء الاخرى والتحالفات، يشوفوا ويكون عندهم واحد الاثر على هاد المنطقه اللي كينتميو لها، على الاقل باش تكون باش على الاقل يكون واحد النمو رياضي في مستوى عالي بالنسبه لهاد المناطق اللي كينتميو لها. المطالب ديالنا حنا كرئيس فيدراليه للقاعات الرياضيه، وكنطلبوا من هاد الاخوان انهم ينظروا لهاد الانديه وخاصه الانديه الشعبيه اللي تضرت في هاد الجائحه ديال كورونا، وبما انهم هما رياضيين حنا فرحانين يعني بانه واحد المسؤولين طلعوا من الرياضه، وهاد الرياضه هي اللي وصلتهم لهاد المقام اللي هما فيه حاليا، وكنتظروا منهم ان شاء الله انهم يدعموا هاد الانديه الشعبيه المتضرره، اللي هي صراحه هذه عامين ما شافش الدعم من القطاع الحكومي او الوزاره الشبيبه والرياضه او من بعض الجامعات اللي هما تابعين لهم. كثير من الجمعيات تعرضت للافلاس، يعني ما يزيد على واحد 3600 جمعيه انها تعرضت للافلاس. اول شيء هو جانب ايجابي بالنسبه للرياضه المغربيه، ان يكونوا فاعلين في الحقل الرياضي، ومجموعه ديال الرؤساء ديال الانديه الكبرى
مدينة الدار البيضاء هما اللي كيتحملوا المسؤولية على العاتق ديالهم ديال تسيير مجلس المدينة ولا مجلس العمالة الدار البيضاء ولا المجالس ديال المقاطعات برمتها ولا الحكومة. فالمطلوب منهم بحكم التجربة ديالهم في هذا الجانب الرياضي فإنهم يحاولوا أنهم جميع الأخطاء اللي كانت من طرف المجالس السابقة تجاه القطاع الرياضي فاليوم خصهم هم يكونوا على أهبة الاستعداد باش يصلحوا هذه الأشياء الكثيرة اللي كانت متراكمة وخصوصا أن كانت الرياضة كتلقى واحد الحيف من طرف مسؤولين اللي ما عندهم حتى علاقة بالرياضة. بالنسبة للمدينة كمدينة الدار البيضاء هي كتسمى المدينة الاقتصادية والقلب النابض ديال المغرب كمدينة اللي هي مدينة ديال الرياضة بامتياز، مدينة ديال الأبطال بامتياز، مدينة ديال المسؤولين بامتياز. تفاءلنا خيرا أن مؤخرا يعني بعض المسؤولين اللي هما غيكونوا يعني على رؤوس يعني القرارات اللي يمكن تاخذ في مجلس المدينة وعلى ومجلس العمالة بالإضافة إلى الجهة، هاد المسؤولين هما يعني من شأن المحلي ديال الرياضة ومن يعني الأهرامات ديال الرياضة في التسيير. مثلا هناك يعني رؤساء رئيس مجلس العمالة يعني هو رئيس يعني أكبر فريق هنا في مدينة الدار البيضاء فريق يعني كرة القدم، كذلك رؤساء بعض المقاطعات هما رؤساء يعني ديال أكبر الفرق هنا، كذلك هناك رئيس العصبة يعني ديال الرياضة في الدار البيضاء. إذن بالإضافة إلى رؤساء أو أعضاء في بعض المقاطعات اللي هما رؤساء يعني ديال الأندية ديال الرياضة هنا في مدينة الدار البيضاء. إذن السؤال ديالك كيحيني على أنه ما هو الدور ديال هاد الرؤساء ولا الدور ديال هاد الفاعلين يعني في الشأن المحلي لمدينة الدار البيضاء وفي التأثير يعني على القرارات لتنمية الرياضة يعني بتراب جماعة الدار البيضاء واللي غادي ينعكس على الأحياء الشعبية والأندية يعني لا من الهوات لا الأندية المبتدئة لا في جميع يعني الرياضات مختلف الأنواع ديالها وكذا يعني لمس الساكنة لتعطش ديال الساكنة يعني لهاد سواء الملاعب أو القاعات الرياضية أو حتى التفكير يعني في الأحداث الرياضية الكبرى وجلبها لمدينة الدار البيضاء ولما لا وهي المدينة الكبرى والمدينة المعروفة يعني بالمغرب كمدينة الرياضة والقلب النابض للرياضة والرياضيين. كنعرفوا على أن الاقتراع ديال تامين شوتنبير المنصرم أفرز على تواجد واحد النخبة متميزة نخبة وازنة في سير الشأن المحلي وأيضا الشأن الجهوي وهذا الفونتاج هذا صراحة ما يمكن له إلا باش يخدم يعني الرياضة على مستوى جهة الدار البيضاء استاد بحكم أن الدار البيضاء كنعرفوا على أنها يعني القلب النابض للمملكة المغربية باعتبارها يعني العاصمة الاقتصادية وحتى الكثافة السكانية ديالها يعني تتجاوز بكثير الكثافة السكانية لباقي المدن المغربية وبالتالي فالدور المنوط إن شاء الله اللي كنطمحوا على أنهم يلعبوه يعني هاد الفاعلين الرياضيين اللي كيتقلدوا يعني مناصب ديال التسيير وفي أندية رياضية يعني عريقة ووازنة كنطلبوا منهم على انهم يلعبوا واحد الدور طلائعي في النهوض بالبنيات التحتيه الرياضيه هنا بمدينه الدار البيضاء وباش ترجع يعني الرياضه الوطنيه ترجع لها القيمه ديالها ويمكن على انها بدورها يعني تلعب واحد الدور يعني كبير يعني في حمل العلم الوطني خفاقا في ارقى التظاهرات الدوليه. ودابا رحيت هو غي يقدم يعني المشروع لراسه يعني انا ملي كنكون انا هو رئيس وكيتحط عندي مشروع راني اللي كنحط المشروع. دابا انا كتكون عندي قوه باش انني نقدر ناشر على هذا المشروع يخرج للوجود باش يستافد منه المنطقه اللي كينتمي ليها. ولكن راه كما قلت لك في السابق راه من الصعب ماشي من الصعب هما كيصعبوا على رؤوسهم هاد الناس اللي الان كتسير الشأن المحلي ديال مدينه الدار البيضاء. لان خص نفهموا واحد القضيه راه ملي كيكون الانسان عنده حس رياضي
نتكلم خاصه في بلي كيكون عنده حس رياضي راه كيخدم. راه كنشوفوا مناطق في مدينه المغرب ملي كيكون شي رئيس عنده حس رياضي، وبلا ما نذكر لك اسماء ونذكر لك المناطق باش من راه كاين الناس اللي خدمت ماشي مدينه، خدمت على الفيلاج ديال يعني باقين في مناطق اللي كنقولوا فيلاج خدموه بطريقه وتبنوا فيه ملاعب يعني على مستوى عالي ومراكز على مستوى عاليه لا في العاب القوى ولا في كره القدم. ولكن ملي ما كيكونش عندك حس رياضي كتكون عندك الرياضه زايده ناقصه. دابا تقريبا اكثر المسيرين دابا عندهم في الشأن المحلي عندهم الرياضه زايده ناقصه، لان كتشوف تقدر تشوف المنح ديال اشياء اخرى كتكون كثيره، ولكن الرياضه هذيك غير الرياضه، هذا ما كاينش. خص يكون عندك قبل واحد الحس رياضي هو اللي كيدفعك انك تنفع المنطقه ديالك، هذا ما كيمنعش انك تكون جيد في جميع المجالات، ولكن باننا كنتكلموا عن الرياضه لان اللي ما عندوش حس رياضي راه ما كيساهمش في تنميه المنطقه ديالو. الحمد لله يعني حاليا هاد الرؤساء اللي هما رياضيين كما قلت من قبل يعني الحمد لله القرارات صارت قراراتهم، يعني لهم كامل الصلاحية على ما أظن، يعني من القطاع لا من المادة من ناحية المادية أو من ناحية يعني لهم كامل الصلاحية في كل شيء، وعندهم يعني احنا كننتظروا منهم انهم يدعموا هاد الجمعيات الرياضيه ويدعموا حتى انديه القرب. يعني كنتمنى منهم انهم يوسعوا الرقعه ديال المناطق اللي هما تابعين لها، يعني انشاء واحد الانديات يعني انديه بما نسميها احنا بانديه ديال القرب، ويوفروا لنا واحد الفضاءات، يعني عندهم واحد الاكتفاء الذاتي يعني باش يوفروا لنا واحد الفضاءات لا للاطفال الصغار ولا الكبار ولا النساء ولا الكل. فهذا جانب ايجابي ومعطى اللي غادي ينفع الرياضه المغربيه، خصوصا دابا شفنا مجلس جماعه الدار البيضاء واللي كتراسوا الاستاذه ما عرفش الاسم ديالها، ولكن اللي فيه اسماء وازنه واللي عندها علاقه بالرياضه كرئيس عصبه الدار البيضاء الكبرى اللي هو عنده تجربه كبيره، عضو جامعي ورئيس عصبه الدار البيضاء الكبرى، واليوم القرار بيد كذلك رئيس مجلس عماله الدار البيضاء اللي هو رئيس فريق الوداد البيضاوي السي الناصري اللي عنده تجربه كبيره في تسيير فريق الوداد وفي تسيير المجموعة الوطنية، كذلك محمد بدريقة اللي رئيس ديال جماعة مر سلطان اللي صراحة مر سلطان يعج بالمواهب الكثيرة، وكنتمنوا منهم أنهم يكونوا يعني خير خلف لخير سلف باش يكونوا يعطونا واحد الأشياء كثيرة، واحد الدفعة كبيرة للرياضة بمنطقة الفداء أو بالدار البيضاء أو بالمغرب. كيف ما لا يخفى عليكم أن المداخل ديال الجماعات المحلية في القانون، هناك قانون أن واحد النسبة كتمشي منها للتنمية ديال الرياضة، سواء أن بناء القاعات يعني الترميم يعني بناء الملاعب ملاعب القرب، يعني هاد النسبة هي قانونيا موجودة. الآن احنا هذا المجلس ديال جماعة الدار البيضاء لأنه هناك الحمد لله يعني أغلبية مريحة كما في السابق، يعني أغلبية مريحة. الآن التجربة يمكن نقارنوا ما بين التجربة السابقة اللي كان مجلس يعني في واحد الأغلبية مريحة، والمجلس الحالي اللي تاهو عنده واحد الأغلبية مريحة، هنا يمكننا نقارنوا ما بين المرحلتين. الآن يعني هناك ثقل على عاتق هذه المسؤولية لأنهم كما كنقولوا أهل مكة أدرى بشعابها، يعني هذو الناس هما الناس ديال الرياضة، والناس يعني ذو الاختصاص يعني ما بقاش عندهم عذر أنه يقول لك أنا ما كنتش في القرار، يعني ما تلومونيش باللي كنا كنطلبوهم كجمعيات رياضية وكفاعلين رياضيين كان مسؤولين في الرياضه باللي كنا كنطالبهم بالقاعات، بهذا كيقول لك ودي حنا ما كناش مركز القرار. الان ما بقاتش عندهم حجه، وكنتمناو لهم التوفيق ونتمناهم انهم يحقوا لهذه الساكنه، لان هذه الساكنه تتنفس الرياضه.
بالفعل فكنعرفوا على ان واحد المجموعه ديال الاحزاب يعني السياسيه يعني الوطنيه يعني تصدرات يعني اللوائح، وايضا كان عندها الان هي في مراكز القرار بحكم الاغلبيه اللي كيخول لها القانون الجانبي العمل في هذا المجال. وهذا الشيء هذا يمكن لانه يعني يخدم الرياضه الوطنيه بشكل كبير بدون اغفال يعني الـ يعني الـ يعني الـ يعني جوانب يعني اخرى اللي كتتعلق يعني بالمساهمه ديالهم بشكل او باخر يعني في التنميه ديال جهه الدار البيضاء اسطات. الجانب الرياضي صراحه يعاني الشيء الكثير هنا بمدينه الدار البيضاء، لا على مستوى البنيه التحتيه ولا على مستوى يعني تاهيل الجمعيات الرياضيه اللي كتفتقر لابسط الشروط ديال الممارسه السليمه، وهذا كينعكس يعني سلبيا على مستوى المردوديه ديال الابطال خاصه. وانا كنبغي نسطر على المساله هذه خاصه يعني الرياضات الفرديه اللي كيمثل المغرب يعني في الالعاب الاولمبيه، وكنعرفوا على ان الاخفاق يعني اللي خفقاته يعني الرياضه المغرب في الالعاب الاولمبيه الاخيره طوكيو 2020 يعني كان لها واحد الوقع سلبي على جميع مكونات الشعب المغربي باستثناء الميداليه ديال سفيان البقالي مشكور من المنبر هذا. وبالتالي هاد المنتخبون هادو معنيين بشكل كبير وشكل مباشر من اجل لعب دور طلائعي في مساهمتهم بالارتقاء يعني بالرياضه على مستوى جهه الدار البيضاء الكبرى، وايضا حتى على مستوى البرلمان بمساهمتهم يعني بوضع قانون اطار خاص بالرياضه الوطنيه. من السؤال يمكن غنطلعوا على الجدار باننا هذا السؤال الاول هو تيران با محمد المعلمه اللي خرجت لاعبين كبار وكبار جدا، والان الملعب رغم ان فيه عشب اصطناعي ولكن المشكل اللي فيه انه كيبدا من 8 الصباح ما كيسالي حتى 12 الليل، لان عنده ضغط ديال الفرق كت في التدريب حتى في المجال حتى في المباريات. وكنشوفوا المشكل اللي فيه ديال بعض كانت بعض البنايات اللي غادي تعود على الملعب باش تساهم في الصيانه ديالو انها بقات لمده كبيره الان وهي واقفه، الاشغال واقفه عباره عن بنايه وكتشكل حتى خطر على الساكنه لان بقات على الاحجار وبقات الاشياء كثيره اللي تقدر تشكل حتى خطر على الساكنه. وسؤال اخر هو ملعب التيسيما، شفنا الان في ملعب الزاولي الان رجع الحله ديالو جديده، علاش ملعب التيسيما ما يرجعش الحله ديالو جديده؟ وما كاين عاود ثاني مره اخرى ملعب مولاي رشيد مثلا ملعب مقفول، اش خاصه؟ اش خاصو؟ راه ما خاصو والو ملعب مولاي رشيد، خاصو غير اعلى ليه واحد العلو ديال جوج الامتار ديالو ديال الجدار اللي داير به. يعني واش مجلس المدينه بالقوه ديالو انه غلباتو انه باش يدير واحد المتر ولا متر ونص باش ما يبقاش اي الاطفال انهم ينقزوا من الفوق باش يديروا متر ولا متر ونص باش يدور يعني السور ديالو كامل وهو غيولي ملعب، لانه تقريبا عنده حتى 26000 28000 مكان تقدر يهز وتقدر تستغلوا فرق ديال مدينه الدار البيضاء مثلا في هذه الاونه اللي مثلا مقفول مركب واحد الخامس من اجل المنتخب الوطني، كان هذا الملعب هو يعوض مركب محمد الخامس. والان الحمد لله بان كاين ملعب الزاولي الان اللي رجع في حله جيده، كنتمنوا من هاد المسيرين مثلا في منطقه سيدي عثمان وعماله مولاي رشيد سيدي عثمان وكذلك السبات، انا تكلمت على الجدار ونتكلم على مولاي رشيد، انهم يلتفتوا لهاد الملاعب وما نساوش بان كاين اشياء جميله ما نقدروش نشوفوا كل شيء بنظاظر كحلين، كاين اشياء جميله اللي دارت مثلا في مولاي رشيد، ملاعب ديال القرب، ملعب بالنسبه للفرق ديال العصاب هنا اللي كان بكري كان نعير مسبح وكانت اشياء، فاصبح يعني واحد المكان جيد وهذا يشكر عليه، لان ما خصناش نشكرهم، هذا راه هو الشان ملي كيكون منتخب وكيكون منتخب على الشان المحلي، هذا هو الدور ديالو، الدور ديالو هو تنميه المنطقه. الا كان الدور ديالي مثلا عباش نتشهر ونقضي الاغراض ديالي في اشياء اخرى اللي كتولي عندي سالحه، انا هذا ريح من هذا ريح من الصنف اخر، لانني انا نقدر نبغي نمشي كعادي ما نقدرش نقدر يعني نقضي الاغراض ديالي بسهوله، ولكن كيجي مسير ديال كره القدم هذا ريح من نوع اخر كيقدر يسير الاشياء ديالو بواحد السهوله جدا، وهذا كما كيقولوا الله يعاونهم، حنا غير يبان الاثار ديالهم في المنطقه اللي كانت ينتميو ليها وما نزيدوهم غير نشكروهم. اما الا كنت عن الولايه الاولى والولايه الثانيه
وكتبقى دار لقمان على حالها. فمن الأحسن بركة ونشوفوا شي شباب اللي قدروا يساهموا في التنمية ديال المناطق ديالهم. بالنسبة للقائي مثلا مع أي مسؤول رياضي كيف ما كان نوعه، المطالب ديالي هو الدعم للجمعيات الرياضية المتضررة وتقنين هاد الجمعيات هذه، ويكون عندها واحد الملف يتوضع في قبة البرلمان. أنا دائما كنهضر على الجمعيات الشعبية بين قوسين تنسميها أنديات القرب، يعني خص اللي يتكلم على هاد الجمعيات هادو، لأنهم علاش مهمشين؟ صاروا عطاهم واحد الاسم تيقول لك مثلا جمعيات الكراجات، ولكن هاد الجمعيات راه هما اللي نتجوا ابطال. ما نساوش بانه هاد الجمعيات الرياضيه كاين الجمعيه اللي حاليا في عمرها واحد 50 سنه او 60 سنه اللي في عمرها، وهي اللي نجات هاد الابطال. جول جميع الابطال العالميين المغاربه في جميع المجالات الرياضيه، يعني من فنون الحرب الى بناء الجسم او الى كره القدم، ولا راه طلعوا من هذه الانديه الشعبيه، وفيهم اللي احترفوا في الدول الاوروبيه، وفيهم اللي احترفوا في دول الخليج، فيهم مدربين في دول الخليج حاليا، يعني من هذه الانديه الشعبيه هذه. فلهذا انا الا كان اللقاء ديالي باي مسؤول اللي هو مسؤول مثلا رياضي وهو الدفاع على هذه الانديه الشعبيه ويكون عندها حق ديالها حتى هي في هذه الارض. انا من بين المقترحات اللي عندي ولا تلاقيت مع اي مسؤول سواء في جماعه الفداء او لا في مقاطعه الفداء او لا في عمله الفداء او لا في اي عمله من العملات، لان كنعتبر راسي مغربي وكنحب هذا البلد وكنحب ملك هذا البلد. انا اول حاجه اللي نخدموا عليها هي بناء الفرد، لان عندنا اشكال كبير في بناء الفرد، ماشي غير في الرياضه ولا بزاف ديال الاشياء، لان البرمجه ديال الفرد كاين فيها اشكال كبير، وهذا موضوع كبير الا تكلمنا عليه. انا اول حاجه ان الرياضه يعودوا يأطروها ناس ذوي الاختصاص، ناس مؤهلين لا المستوى الفكري ولا المستوى التقني ولا المستوى التكتيكي ولا المستوى التسييري. هذا هو اللي كنتمناه من هذا المسؤول اللي غادي نتلاقى معه انا، وخصوصا انني انا كنتمنى ان جميع المسؤولين في القطاع الرياضي في المغرب، غير هو واحد نقطة مهمة ان ما يكونش الحيف اي مسؤول فريق وتعطاه المسؤولية انه يدير الحيف مع الفرق الاخرى او الجمعيات الاخرى الرياضية. بالنسبة لي انا يا كفاعل يعني رياضي في المنطقة ديالي اللي منطقة يعني مقاطعة سيدي البرنوسي، اللي كتزخر بواحد الطاقات واللي كونت اجيال واللي لا في جميع الرياضات وطلعت اطر رياضية واطر كفاءات لا على الصعيد الدولي لا الوطني لا الجهوي لا المحلي. اذا احنا بالنسبة لنا انا ما نخفيش عليك ان احنا كنتلاقاو مع يعني مع مسؤولين سواء محمد جودار وسواء يعني الان سي الناصري سي بودريقال الاخوان اللي هما في مركز القرار، لو تاحت لي الفرصه انني نلتقي معهم كتكون دورات في مجلس المدينه، لو التقي معهم عندي حموله عندي اقتراحات على اساس ان كل مقاطعه خاصها تكون استفدت من ذاك من ديك الترسانه ديال الملاعب القرب، لان البرنوسي عندنا حنايا بالنسبه لنا كمن ساكنه البرنوسي يعني كملعب ديال القرب يعني ما استفدناش من الترسانه ديال الملاعب القرب. هذه وحده. ثاني حاجه كنفتقدوا القاعات، وخاصني نسولهم اولا على البرنامج، لان هاد الاغلبيه المريحه كانت عندهم برامج بالتنميه ديال الرياضه. الان انا ما يمكنليش نخرج غير من البرامج، ان اشنو موجودين لنا، اشنو هو البرنامج على المدى المتوسط والبعيد ديال تنميه الرياضه كقاطره اللي يمكن غادي نعبروا بها كاملين، لا دار بيضاء ولا مغرب، ولا هما كمسؤولين اللي حطوا البصمه ديالهم في التسيير ديال الدار البيضاء ولما لا في الرياضه كاختصاص. بالنسبه للقرارات اللي ممكن على انها تخاد يعني في اطار القوانين الجاريه للعمل في هذا المجال، هذا كنطلبوا من هذه الفعاليات يعني الرياضيه اللي كتقلد الان مناصب ديال التسيير وايضا تدبير الشان المحلي، يعني ياخذوا بعين الاعتبار يعني الاولويات، ومن ضمن من بين الاولويات
كاينه الرياضه الوطنيه، بحكم ان الرياضه الوطنيه كتلعب واحد الدور كبير يعني في تاهيل الشباب، ايضا في يعني في تمثيل المغرب يعني في منتديات يعني قاريه وايضا دوليه. في الجانب الاخر يعني الرياضه كتلعب واحد الدور يعني محوري في ابعاد يعني الشباب يعني الوطني المغربي من الانحراف، من التطرف، من تعاطي المخدرات. وبالتالي فهاد المسائل هذه ممكن لنا الا اننا نستثمرها في الجانب الايجابي باحداث يعني بنيات او باحداث ما هو بنيوي تحتي للنهوض بقطاع الرياضه الوطنيه اللي كيعيش يعني الامرين يعني في السنوات يعني الاخيره. بالنسبه لنا احنا كفاعلين جمعويين هنا بمنطقه سيد البرنوسي، كنعرفوا على ان منطقه سيد البرنوسي منطقه معطاءه، اعطت الشيء الكثير للرياضه الوطنيه على مدار التاريخ، وايضا كاين هناك واحد المركب تقريبا اللي تم الاقبار ديالو ودار في المكان ديالو الان يعني محطه ديال صيانه الترامواي. احنا كنعتبروا على انها مساله ايجابيه، ولكن اللي ماشي هو ايجابي هو ان ما تعطاش البديل او ما دارش البديل يعني الشباب ديال المنطقه في نبرزو على المواهب ديالهم وحقوا الذات ديالهم في الجانب الرياضي. وبالتالي فاللقاء ديالنا يعني مع الى تحت الفرصه وتلاقينا مثلا مع احد المسيرين يعني الرياضيين الوازنين اللي الان كيتقلدوا يعني مناصب ديال التسيير وايضا ديال التدبير الشان المحلي عموما، غادي نتكلموا معاهم على ضروره وضع الرياضه في الجهه الدار البيضاء في صلب اهتماماتهم بوضع يعني المشاريع خاصه بما هو بنيوي، خاصه يعني في الجانب ديال تاهيل يعني الجمعيات الرياضيه سواء كانت جماعيه او فرديه، باش يمكن لها على انها تلعب الدور المنوط بها في احتضان الشباب وتلقينهم لمختلف الرياضات، وحتى تلقين يتماشى مع التطلعات ديال الرياضي الاول جلاله الملك محمد السادس نصره الله.